في الفيديوهات السابقة حاولنا فقط أن نفهم لماذا الضغط الأولي ضرب الحجم الأولي مقسوم على درجة الحرارة الأولية، وعندما نقوم بتغيير الحجم أو الضغط أو درجة الحرارة أو مزيج من هذه القيم سيساوي الضغط الجديد ضرب الحجم الجديد تقسيم درجة الحرارة الجديدة. ومرة أخرى تذكر أن كل الضغط ضرب الحجم متناسب مع الطاقة الحركية في النظام، ودرجة الحرارة تتناسب مع الطاقة الحركية لكل جزيء. إذا لم نغير عدد الجزيئات وحسب قانون حفظ الطاقة لا تتغير الطاقة الحركية ما لم نبذل الشغل أو الحصول على الطاقة الكامنة، لذا هذه الكميات أو هذه العلاقة لن تتغير. وشاهد الفيديو السابق وستفهم ما أتحدث عنه إذا كان لا يزال هذا مربكا، وسأقوم ببعض المسائل على تطبيق هذه المعادلة وستفهم الكثير عن الديناميكا الحرارية بمعرفة هذه المعادلة، وحتى أكثر من ذلك إذا كان لديك فهم جيد لهذا. أريد أن أوضح شيء عن الحرارة، هناك عدة طرق لقياس الحرارة في الفهرنهايت. ما هي نقطة تجمد الماء؟ إنها 32 درجة فهرنهايت، وهي أيضا 0 درجة مئوية سيليسيوس. هكذا تم تعريف النسبة المئوية، قرروا أن درجة تجمد الماء هي 0 ودرجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية أو سيليسيوس. ويمكن أن يكون أكثر برودة من درجة التجمد، ويجب أن نكون بالسالب في هذه الحالة مع فهرنهايت. لست متأكدة، لابد لي من البحث عنها في ويكيبيديا، أو أنت أبحث وقل لي كيف جاءت هذه. وأعتقد أن الماء يغلي على 212 درجة فهرنهايت. أعتقد الفهرنهايت لها علاقة في حرارة الجسم، وأنا فقط أخمن. يمكن أن يكون عدة مقاييس في هذه الحالة، وقد نشأت عن طريق الصدفة وهي متناسبة مع القياس. عندما تكون الأجسام في حالة الغليان تكون أسخن ودرجة حرارتها أعلى مما هي عليه عندما تتجمد. لا يمكن قسمة 100 على 0، لكن إذا كان هناك شيء له درجة حرارة واحدة، هل هي نفس الحالة لو كان شيء حرارته 100 درجة، يعني أن حرارته أعلى ب100 مرة، أو لديه طاقة حركية أعلى ب100 مرة؟ في الواقع هذا ليس هو الحال، لا يملك طاقة حركية أعلى ب100 مرة، هذا هو مقياس عشوائي. المقطع هو عشوائي، واحد درجة هي بعيدة بمسافة 100 بين الصفر إلى 100، ولكن نقطة البداية على الأقل على مقياس الدرجات المئوية هي صفر. وفي وقت لاحق أوجدوا أن هناك نقطة بداية مطلقة، ونقطة البدء المطلقة في درجة الحرارة، حيث الجزيء أو الذرة لا يوجد لديه المزيد من الطاقة الحركية. وقلنا أن درجة الحرارة هي مجموع الطاقة الحركية للنظام مقسوما على عدد من الجزيئات أو يمكن القول معدل الطاقة الحركية لكل جزيء. إذن الحالة الوحيدة للقول أن الحرارة هي صفر، وهذه كمية متناسبة لأن درجة الحرارة لا تزال عشوائية بعض الشيء، لكن الحالة الوحيدة للقول أن الحرارة هي صفر هو عندما تكون الطاقة الحركية لكل جزيء تساوي صفر أو متوسط ذلك. إنها لا تتحرك وإنها لا تتذبذب، إنها تبقى جزيئات ثابتة، ويطلق على هذه النقطة بالصفر المطلق، بالصفر المطلق
absolute zero. هذا هو ما يحدث نقطة الصفر المطلق أو درجة الصفر كلفن. درجة الصفر كلفن وهو نفسه ناقص 273 درجة مئوية أو درجة سيليسيوس. لا يوجد أي مكان في العالم حسب علمي أبرد من درجة سالب 273 مئوية. عند هذه الدرجة لا يتحرك أي شيء، حتى على المستوى الذري لا يتحرك أي شيء، كما تقع الإلكترونات في النواة، كل شيء يبقى في مكانه في صفر درجة كلفن. فهي محدودة من الناحية النظرية. يمكن أن نعمل بعض الفيديوهات عن كيفية الوصول إلى ذلك، ولكن في بيئة المختبر أو في الفضاء تصبح قريبة جدا من هذا الحد. أنا متأكدة من أنه لا يوجد مكان في الكون تكون فيه الحرارة صفر كلفن، أو على الأقل في أي مكان يوجد فيه جسيمات، ولكن قد أكون مخطئة. هذا يتجاوز ما نريد أن نناقشه. على كل حال، الطريقة الحقيقية لقياس درجة الحرارة هي كلفن، وعند القياس بالكلفن، عند القول أن هناك شيء حرارته 1 كلفن ضد شيء له حرارة 5 كلفن، بعد أن نحدد أسفل نقطة حيث لا يوجد طاقة حركية، يمكننا القول أن هذا له 5 أضعاف الطاقة لهذا، من 1 إلى 5 كلفن. هذا الشرح طويل كله حول كلفن، والذي يظهر في كل مرة نستخدم هذه الصيغة، أول أي من الصيغ الديناميكية الحرارية التي تحتوي على درجة الحرارة، يجب أن نحول إلى كلفن ما لم يحصل تغيير في كمية الحرارة، عندها يمكن إبقاؤها كمئوية عند استخدام التناسب، أو تستخدم الضرب أو القسمة عن طريق درجة الحرارة، ويجب أن تحول ذلك إلى كلفن. نأمل الآن أنك فهمت على نحو أفضل لماذا يحدث هذا. لنقوم بمثال الآن، لنحل مثال على هذه الصيغة. ستتفاجأ إلى أي مدى سيأخذك هذا، والخدعة هي تحويل درجة الحرارة إلى كلفن. هذا هو السبب الرئيسي يجعل الناس يخطئون في اختبارات الديناميكا الحرارية، بأنهم لا يقومون بتحويل إلى كلفن. هذه هي مسألة نموذجية إلى حد ما التي سأخذها، هذه مسألة في الفيزياء، وتقول المسألة أن هناك غاز في وعاء مع درجة حرارة من 27 مئوية، إذن درجة الحرارة الأولية هي 27 سيليسيوس. له ضغط وحجم، هذا الغاز له ضغط وحجم، الضغط الأولي يساوي 1000 باسكال، 1000 باسكال أو 1000 نيوتن لكل متر، والحجم هو 30 متر مكعب، إذن الحجم يساوي 30 متر مكعب. 30 متر مكعب، أعتقد أنني قلت في أحد الفيديوهات نيوتن لكل متر مكعب، ولكن صحيح هو وحدة نيوتن لكل متر مربع حتى لا يحدث أي لبس. هذا الحجم الأولي، ثم يتم تقليل الحجم، ثم ننتقل لحالة حيث الحجم الجديد هو 20 متر مكعب، 20 متر مكعب، ودرجة الحرارة الجديدة ارتفعت لتصل إلى 50 درجة سيليسيوس، 50 سيليسيوس. نريد أن نعرف ما هو الضغط الجديد، قبل أن نضع كل شيء في المعادلة ونحل الضغط الجديد، تذكر إذا كانت المعلومات في المئوية نحول إلى الكلفن، وإذا كانت المعلومات في الفهرنهايت يتم تحويله إلى المئوي ومن ثم إلى الكلفن. نعلم أن صفر درجة كلفن تساوي سالب 273 درجة مئوية، أو طريقة أخرى هي أن الكلفن تساوي
تساوي x تساوي x كلفن. أي درجة مئوية لديها فقط نضيف 273 درجة. هل هذا منطقي؟ فكر بها هكذا، لديك صفر مئوي، لديك صفر مئوي، هذا يعني أنت أعلى من صفر كلفن بمئتان وثلاثون وسبعون. فكر بهذا، سيكون منطقي. حاول أخذ خط الأعداد للتأكد. أيا كانت درجة الحرارة بالمئوية، فقط أضف 273 لتصبح في الكلفن. أضف على 27 273 تصبح لدينا 300 كلفن، ومن ثم 50 مئوية ماذا ستصبح؟ نضيف 273، إذن ستصبح 323. الآن نعوض في المعادلة، وهي 1000 باسكال، 1000 باسكال ضرب في واحد وهي 30 مقسومة على تي واحد وهي 300 على درجة الحرارة الأولية وهي 300، وتساوي باثنان، لا نعرف ما هي التي نريد أن نجدها، ضرب في اثنان ضرب الحجم وهو 20 تقسيم درجة الحرارة الجديدة وهي 323. ويمكن تبسيط هذا، نحذف صفرين من هنا ونحذف صفرين من هنا، ومن ثم نحذف الثلاثة من هنا والثلاثة من هنا، ويبقى لدينا 100. هذا يساوي 100 مقسوم، هذا يساوي 100. حسنا، يبقى لدينا على الجانب الأيسر 100. إذن 100 تساوي 100 تساوي بي 2 ضرب 20 على 323. حسنا، الوقت ينفذ الآن، دعوني أرى إذا يمكنني حل هذا. حسنا، 323 ضرب 100 تقسيم 20 تقسيم 20، هذا يساوي، إذن الضغط الجديد هو 1615 باسكال. لقد حللنا هذه المعادلة، والجزء الأصعب كان التحويل إلى الكلفن. أراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.